أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 37347 شهيدا و 85372 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي وفي بيانها اليومي أشارت السلطات الصحية في غزة إلى ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين ضد العائلات في القطاع أسفرتا عن وصول عشرة شهداء وثلاثة وسبعين مصابا إلى المستشفيات